بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من سلسلة دروس كتاب أحكام القرآن للعلامة الشيخ أبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب اختلاف الفقهاء في حكم الساحر وقول السلف فيه. قال: حدثنا عبد الباقي قال حدثنا عثمان ابن عمر الضبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله قال: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث كثيرة في الترهيب من إتيان الكهنة والسحرة، لا سيما من إتيان الكهنة الذين يتعاملون مع الجن والشياطين وغيرهم، عندما يسرق لإنسان متاع فيذهبون إليه فيسألونه عن مكان وجود هذا المتاع. فهذه مشكلة يقع فيها كثير، يعني هذه زلة أو خطيئة يقع فيها كثير من الناس، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. قال هنا الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول. هناك في صحيح مسلم رواية: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الحديث هذا ما قال فيه فصدقه، فقط جاءه ليسأله هكذا دون أن يصدقه: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فالأمر خطير، لا ينبغي أبدا، يعني ينبغي أن نحذر الناس منه دائما، ينبغي أن نحذر الناس منه. قال: وروى عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها فوجدوا سحرها واعترفت بذلك، فأمرت عبد الرحمن ابن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره، يعني أنكر عليهم قتل الساحرة، فأتاه ابن عمر فأخبره أمرها، وكان عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه، لأنه كان هو أمير المؤمنين وهو الموجود، فلا ينبغي أن يقام حد أو ينفذ حد بدون إذن الأمير أو القاضي أو الحاكم. الحدود هذه يعني ترفع ويقيمها القاضي أو الحاكم أو من وكلهم. وذكر ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول: كنت كاتبا لجزي بن معاوية فأتى كتاب عمران: اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. وروى أبو عاصم عن الأشعث عن الحسن قال: يقتل الساحر ولا يستتاب، يعني لا تقبل توبة الساحر. وروى المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ ساحرا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات.
وروى سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد قال: كان قيس بن سعد أميرا على مصر، فجعل يفشو سره، يعني كلما يعني أصدر قرارا يفشو هذا السر قبل أن ينشره هو. فقال: من هذا الذي يفشي سري؟ فقالوا: ساحر ها هنا. فدعاه فقال له: إذا نشرت الكتاب علمنا ما فيه، يعني إذا فتحت الكتاب أنت هكذا تريد أن تقرأه علمنا ما فيه، عن طريق الجن طبعا. فأما ما دام مختوما مغلقا هكذا فليس نعلمه، فأمر به فقتل. وروى أبو إسحاق الشيباني عن جامع بن شداد عن الأسود ابن هلال قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن هؤلاء العرافين كهان العجم، فمن أتى كاهنا يؤمن له بما يقول فهو بريء مما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وروى مبارك عن الحسن أن جندبا قتل ساحرا. وروى يونس عن الزهري قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحره رجل من اليهود يقال له ابن أعصم، لبيد بن الأعصم، وامرأة من يهود خيبر يقال لها زينب، فلم يقتلهما. وعن عمر ابن عبد العزيز قال: يقتل الساحر. قال أبو بكر: اتفق هؤلاء السلف على وجوب قتل الساحر، ونص بعضهم على كفره. طبعا وهذا مر معنا بأن الساحر إذا كان يعتقد تعظيم الكواكب ويعتقد بأنها تؤثر بذاتها هذا كفر فيكفر بذلك. واختلف فقهاء الأمصار في حكمه، يعني هل يقتل أو لا يقتل، أو متى يقتل ومتى لا يقتل. فروى ابن شجاع عن الحسن بن زياد عن سيد أبي حنيفة رحمه الله أنه قال في الساحر: يقتل إذا علم، يعني إذا قامت البينة على أنه ساحر، يقتل إذا علم. إيش يعني علم؟ قامت البينة وغلب على الظن أنه ساحر، ولا يستتاب، ولا يقبل قوله: إني أترك السحر وأتوب منه. هذا الذي ذكره الشيخ الآن منسوبا إلى سيد أبي حنيفة رحمه الله هو الذي قرره الكمال ابن الهمام في فتح القدير، حيث جعل الكمال ابن الهمام الساحرة كالزنديق، بمثابة الزنديق لا تقبل توبته. ليه؟ قالوا: لأن توبته من زندقته، من سحره، هو يعني لا يصدق، وإنما تقبل توبته فيما بينه وبين الله، أما عندنا لا تقبل توبته. فإذا أقر قال: إذن ولا يقبل قوله إني أترك السحر وأتوب منه. فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه يقتل، وإن شهد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة يعلم أنه سحر قتل ولا يستتاب. وإن أقر فقال: كنت أسحر، كنت أمارس السحر، وقد تركت منذ زمان. قال: قبل منه ولم يقتل. نعم، قبل منه ولم يقتل. وهذا قريب مما نص عليه أبو الليث السمرقندي رحمه الله
من أن الساحر إذا تاب قبل أن يؤخذ تقبل توبته ولا يقتل. أما إن أخذ ثم تاب قال لا تقبل توبته. نلاحظ أن العلماء أنزلوا الساحرة منزلة قطاع الطريق، منزلة المحاربين. إن تابوا قبل أن يؤخذوا تقبل توبتهم، أما بعد الأخذ فتقبل توبتهم فيما بينهم وبين الله، أما قضاء لا تقبل توبتهم، يقام عليهم الحد. قال وكذلك لو شهد عليه أنه كان مرة ساحرا وأنه ترك منذ زمان لم يقتل، إلا أن يشهدوا أنه الساعة الآن ساحر وأقر بذلك فيقتل. قال وكذلك العبد المسلم والذمي والحر الذمي، من أقر منهم أنه ساحر فقد حل دمه فيقتل ولا تقبل توبته. وكذلك لو شهد على عبد أو ذمي أنه ساحر ووصفوا ذلك بصفة يعلم أنه سحر لم تقبل توبته ويقتل. وإن أقر العبد أو الذمي أنه كان ساحرا وترك ذلك منذ زمان قبل ذلك منه. وكذلك لو شهدوا عليه أنه كان مرة ساحرا ولم يشهدوا أنه الساعة الآن ساحر قال لم يقتل. وأما المرأة فإذا شهدوا عليها أنها ساحرة أو أقرت بذلك لم تقبل وحبست وضربت حتى يستيقن لهم تركها للسحر. وكذلك الأمة والذمية إذا شهدوا أنها ساحرة أو أقرت بذلك لم تقتل وحبست حتى يعلم منها ترك ذلك كله. وهذا كله قول أبي حنيفة، يعني هذا الكلام من عند قولهم. فروى ابن الشجاع عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال في الساحر إلى قوله ذلك ترك حتى يعلم منها ترك ذلك كله، هذا الكلام كله قول سيد أبي حنيفة في الساحر. قال ابن شجاع فحكم الساحر والساحرة حكم المرتد والمرتدة إلا أن يجيء فيقر بالسحر أو يشهد عليه بذلك أنه عمله، فإنه جعل ذلك بمنزلة الثبات على الردة. وحكى محمد بن شجاع عن أبي علي الرازي قال سألت أبا يوسف عن قول أبي حنيفة في الساحر يقتل ولا يستتاب، لما لم يكن ذلك بمنزلة المرتد يعني يستتاب. فقال الساحر قد جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد، والساعي بالفساد إذا قتل يقتل أو قتل. قال فقلت لأبي يوسف ما الساحر؟ أراد أن يفهم من هو الساحر الذي يقتل ولا تقبل توبته. قال الذي يقتص له من العمل، الساحر هو الذي يقتص له من العمل مثل ما فعلت اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبما جاءت به الأخبار إذا أصاب به قتلا. فإذا لم يصب به قتلا لم يقتل، يعني الساحر إذا لم يقتل لا يقتل.
لأن لبيد بن الأعصم سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتله، إذ كان لم يصب به قتلا. لاحظ الآن القاضي أبو يوسف يقول بأن النبي سحر، الآن الشيخ المؤلف الآن سيبرئ أبا يوسف من هذا الاعتقاد. قال أبو بكر: ليس فيما ذكر بيان معنى السحر الذي يستحق فاعله القتل. قال: ولا يجوز أن يظن بأبي يوسف أنه اعتقد في السحر ما يعتقده الحشو. قلنا في المرة الماضية أن مؤلف الكتاب أبو الشيخ الجصاص عقيدته معتزلي، ولما يقول الحشو يقصد بذلك الأشاعرة، ما يعتقده الحشو من إيصالهم الضرر، أو ليس الأشاعرة بالذات، إنما يقصد من يعتقد بأن السحر له حقيقة، الضرر إلى المسحور من غير مماسة ولا سقي دواء. قال: وجائز أن يكون سحر اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام على جهة إرادتهم التوصل إلى قتله بإطعامه، وأطلعه الله على ما أرادوا، كما سمته زينب اليهودية في الشاة المسمومة، فأخبرته الشاة بذلك فقال: إن هذه الشاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة. وجاء في الحديث أنها قالت له: لا تأكلني يا رسول الله، إني مسمومة. قال أبو مصعب عن مالك: في المسلم إذا تولى عمل السحر، يعني مارس عمل السحر، قال: قتل ولا يستتاب. يعني هنا أطلقه، سواء يعني الساحر قتل أو لم يقتل، إذا مارس عمل السحر قال: يقتل ولا يستتاب مطلقا. لأن المسلم إذا ارتد باطنا لم تعرف توبته بإظهار الإسلام. قال إسماعيل بن إسحاق: فأما ساحر أهل الكتاب فإنه لا يقتل عند مالك إلا أن يضر المسلمين فيقتل لنقض العهد. وقال الشافعي: إذا قال الساحر: أنا أعمل عملا لأقتله فأخطئ وأصيب، وقد مات هذا الرجل من عملي، قال: ففيه الدية. لاحظ الإمام الشافعي كيف فصل. الساحر قال: أنا أعمل في السحر وأعمل طريقة كي أقتل إنسان، ولكن طريقة قتلي ليست يقينية، ليست قطعية، قد أصيب وقد أخطئ، ولكن فلان هذا مات بسبب السحر الذي أنا فعلته، فاعتبره قتل خطأ، قال: فعليه الدية. وإن قال: عملي يقتل المعمول به قطعيا، أستطيع أن أقتله بالسحر وقد تعمدت قتله، قال: قتل به قودا. وإن قال: مرض من سحري ولم يمت أقسم أولياؤه أنه مات من السحر، ثم تكون الدية. قال أبو بكر: فلم يجعل الشافعي الساحر كافرا بسحره، وإنما جعله جانيا كسائر الجناة. وما قدمنا من قول السلف يوجب أن يكون، يعني الساحر، مستحقا للقتل باستحقاق سمة السحر، يستحق القتل لأنه وصف بهذا الوصف يستحق القتل. فدل ذلك على أنهم رأوه كافرا
رأوا بأن الساحر كافر، لأنه بمجرد ما نعت بأنه ساحر وعرف بذلك قال يقتل، فكان السحر بمنزلة الردة. وقول الشافعي في ذلك خارج عن قول جميعهم، إذ لم يعتبر أحد منهم قتله لغيره بعمله السحر في إيجاب قتله. يعني لم يعتبر، معنى هذا الكلام لم يعتبر أحد من السلف أن قتل الساحر لغيره بالسحر موجب لقتله، لم يرى أحد، يعني لم يقل أحد من السلف بهذا، فيكون الإمام الشافعي خرج عن يعني ما اتفق عليه السلف. قال أبو بكر: وقد بينا فيما سلف معاني السحر وضروبه. وأما الضرب الأول الذي ذكرنا من سحر أهل بابل في القديم ومذاهب الصابئين فيه، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله: وما أنزل على الملكين فيما يرى والله أعلم، فإن القائل به، يعني فإن القائل بالقول الذي تحدث عنه سابقا في سحر أهل بابل والمصدق به والعامل به وهو القائم على تعظيم الكواكب، مر معنا هذا، سحر أهل بابل قائم على تعظيم الكواكب واعتقاد أنها مؤثرة، فإن القائل به والمصدق به والعامل به كافر، وهو الذي قال أصحابنا فيه عندي إنه لا يستتاب. أظن هذه كلمة عندي يعني لا ليس لها محل، وهو الذي قال أصحابنا فيه إنه لا يستتاب. والدليل على أن المراد بالآية هذا الضرب من السحر ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا، في كلمة غير واضحة هنا، غير واضحة هذه الكلمة، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله بن الأخنس قال حدثنا الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. فهذا الحديث، اي نعم، قال الشيخ، دليل على أن المراد بالسحر الذي أنزل على الملكين بأن المراد بسحر بابل، بسحر بابل، اي نعم، أنه المقتبس، أنه القائم على تعظيم الكواكب، هذا الحديث. وهذا يدل على معنيين: أحدهما أن المراد بالآية هو السحر الذي نسبه عاملوه إلى النجوم، وهو الذي ذكرناه من سحر أهل بابل والصابئين، لأن سائر ضروب السحر الذي ذكرنا ليس لها تعلق بالنجوم عند أصحابها، إنما هي كما مر معنا أعمال قائمة على الخفة، أعمال قائمة على ربط أمور بعضها ببعض دون ذكر الكواكب، دون الاعتماد على الكواكب، دون نسبة الأفعال إلى الكواكب والنجوم. والثاني أن إطلاق لفظ السحر المذموم يتناول هذا الضرب منه، أي ضرب؟ يعني النوع الذي يعتقد تأثير النجوم والكواكب، وهو سحر أهل بابل. والثاني أن إطلاق لفظ السحر المذموم يتناول هذا الضرب منه، وهذا يدل على أن المتعارف عند السلف من السحر هو هذا الضرب منه، ومما يدعي فيه أصحابها المعجزات، يدعي أصحابها أنهم قادرون
على فعل الخوارق، خوارق العادات. وإن لم يعلقوا ذلك بفعل النجوم دون غيرها من الوجوه التي ذكرنا، وأنه هو المقصود بقتل فاعله، إذ لم يفرقوا فيه بين عامل السحر بالأدوية والنميمة والسعاية والشعوذة وبين غيره. يعني مطلق الساحر يكفر ويقتل، سواء كان سحره مما ينسب الأفعال إلى النجوم والكواكب كسحر أهل بابل، أو كان سحره من باب تعاطي الأسباب وربط الأمور بعضها ببعض فينتج عنه شيء، كذلك هذا يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته عند سيد أبي حنيفة رحمه الله. قالوا: معلوم عند الجميع أن هذه الضروب من السحر لا توجب قتل فاعلها إذا لم يدعي فيه معجزة لا يمكن العباد فعلها. يعني الشيخ الآن يقرر بأن الأمر الذي يعني يقتضي قتل الساحر أنه أن يعتقد وأن يقول بأنني قادر بسحري على الإتيان بخوارق العادات، وهذا خلاف معتقد أهل السنة. ذكرنا سابقا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الساحر قادر على أن يأتي بخوارق العادات، لأن هذه خوارق العادات هذه هي عبارة الإتيان بها، وذكرنا هذا سابقا، أنها هي عبارة عن ترتيب أمور بعضها ببعض جهلها عامة الناس وخاصتهم، ولم يعلمها إلا من تعاطى هذا العلم، تعاطاه فعلمه، وهم قلة. وذكرنا ذلك أن الساحرة يقدر على الإتيان، هذا معتقد أهل السنة، بخوارق العادات، ولكن لا يمكن أبدا ويستحيل تماما أن يأتي بخارقة أو بأمر خارق للعادة من جنس ما أتى به نبي من الأنبياء. وهنا لابد أن نفرق أحبابنا بين أمرين: بين ما يجري على يد الساحر من خوارق العادات، وبين ما يجري على يد رجل صالح من خوارق العادات، وهو ما يسمى بالكرامة، فالولي والصالح تظهر على يديه خوارق عادات ولكن دون تعاطي أسباب، أما الساحر هو عبارة عن تعاطي أسباب، مثل ما ذكرنا سابقا أحبابنا، فلان جاع فأكل فشبع. وكذلك الساحر يفعل أمرا يضيف إلى أمر آخر فينتج عنه أمر، لما خفي عني أنا هذه الأسباب خفيت عني، فكان الأمر الناتج خارقا للعادة، أنا ما عرفت سببه. فالساحر لا يمكن أبدا بتعاطي الأسباب، يعني مهما بلغ علم الساحر كما قلنا سابقا أيضا لا يستطيع أبدا أن تسبح الحصى بيديه، أن ينطق الحصى كما حصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن معتقد أهل السنة والجماعة قاعدة عامة ذكروها: كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، فجائز أن تسبح الحصى بيد رجل صالح، ولكن هذا من باب الكرامة وليس من باب السحر. أما الساحر يستحيل أبدا أن تسبح الحصى بيديه. وكذلك جائز أن يخرج الماء من بين أصابع رجل صالح على سبيل الكرامة،
لأن هذا حصل معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن يظهر على يد واحد من صالحي أمته من باب الكرامة، وهذا أمر خارق للعادة، وهذا أمر دون تعاطي أسباب. هذا معتقد أهل السنة في التفريق في هذه المسألة. أما المعتزلة لا يقولون بذلك أبدا، لا يقولون بذلك. قال: ومعلوم عند الجميع أن هذه الضروب من السحر لا توجب قتل فاعلها إذا لم يدعي فيه معجزة لا يمكن العباد فعلها. فدل ذلك على أن إيجابهم قتل الساحر إنما كان لمن ادعى بسحره معجزات لا يجوز وجود مثلها إلا من الأنبياء عليهم السلام، دلالة على صدقهم. وذلك ينقسم إلى معنيين: أحدهما مذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب سيد أبي حنيفة أن الساحر يقتل بقطع النظر عن هذا المعنى الذي ذكره الشيخ. وذلك ينقسم إلى معنيين: أحدهما ما بدأنا بذكره من سحر أهل بابل، والآخر يعني من سحر أهل بابل القائم على تعظيم الكواكب ونسبة الأفعال إليها. هذا بالإجماع يقتل ساحره وكافر ومرتد. والآخر ما يدعيه المعزمون وأصحاب النيرنجيات من خدمة الشياطين لهم، يدعون بأنهم قد سخروا الجن لهم وأن الجن والشياطين يطيعونهم، وتكلمنا عن ذلك في الدرس السابق. والفريقان جميعان كافران. أما الفريق الأول فلأن في سحره تعظيم الكواكب واعتقادها آلهة، وأما الفريق الثاني لماذا كافر؟ قال: فلأنها وإن كانت معترفة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنها حيث أجازت أن تخبرها الجن بالغيوب وتقدر على تغيير فنون الحيوان والطيران في الهواء والمشي على الماء وما جرى مجرى ذلك، فقد جوزت وجود مثل أعلام يعني معجزات الأنبياء عليهم السلام مع الكذابين المتخرصين. ومن كان كذلك فإنه لا يعلم صدق الأنبياء عليهم السلام لتجويزه كون مثل هذه الأعلام المعجزات يعني مع غيرهم، أن يجوز هذه المعجزة. طبعا من اعتقد أن المعجزة الصادرة من النبي يمكن أن تصدر عن ساحر هذا يكفر. وأنا التقيت بشخص وأظنه صادقا قال لي: أنا لما كنت صغيرا كان عندنا في البلدة، وهو رجل كبير في السن، التقيت به في الحج، قال لي: أنا كان عندنا في البلدة رجل يطير في الهواء، وكنا نراه كيف كان يصعد ويطير في الهواء. نعم، وكان يعبث يعني بعقول الناس، وكانوا يعظمونه، وكانوا إلى آخره، إلى أن سبحان الله فضحه الله سبحانه وتعالى، فتبين أنه يضع في مكان ما كفريات، كلام فيه كفر والعياذ بالله وإلحاد وزندقة. هو يصلي مع الناس ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن يضع في مكان ما من جسده كلام كفري والعياذ بالله، فيه يعني تعظيم للجن والشياطين من باب العبودية لهم. فهم كانوا يحملونه، الشياطين والجن، الجن تطير في الجو، فكان الجن والشياطين يحملونه، فيظن الناس بأن هذا من باب الكرامة. لا، لذلك قال
قال علماؤنا، قال أهل السلف والأولياء والصالحون، وهذا مروي عن الشافعي وعن أبي حنيفة وعن كثير من أئمة السلف، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء لا تغتر بالرجل، ولو رأيته يطير في الهواء ويمشي على الماء حتى تزن فعله وأقواله على الكتاب والسنة. فإذا كان منضبطاً بقوله، منضبطاً في قوله بالكتاب والسنة، فهذه كرامة، فهذه كرامة. إذن المقياس في ذلك، في الطيران وفي المشي على الماء وغير ذلك، المقياس هو الانضباط بالكتاب والسنة، بالانضباط. فإذا كان منضبطاً الأمر انتهى، أما غير منضبط فصار معروفاً واضحاً. قال: فإنما كفر هذه الطائفة من هذا الوجه، وهو جهله بصدق الأنبياء عليهم السلام. والأظهر من أمر الساحر الذي رأت الصحابة قتله من غير بحث منهم عن حاله، يعني الصحابة قالوا بأن الساحر يقتل دون التفتيش عن هذه الأمور والتفصيلات التي ذكرها الشيخ. وكما قلنا هذا مذهب سيد أبي حنيفة، الساحر يقتل ولا تقبل توبته. قال: ولا بيان لمعاني سحره أنه الساحر المذكور في قوله، يعني الصحابة رأوا أن الساحر الذي هم ما فصلوا ولم يبينوا في أوصاف الساحر الذي يقتل، ولكنهم قرأوا قوله تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فقالوا إذن الساحر الذي يقتل دون تنصيص منهم، انتبه، ودون بيان. ولكن الظاهر من حالهم، هكذا يقول الشيخ، الظاهر من حالهم أنهم كانوا يقتلون الساحر الذي هو على منهج أهل بابل، يعني من تعظيم الكواكب وغير ذلك. قال: وهو الساحر الذي بدأنا بذكره عند ذكر ضروبي عند ذكرنا ضروب السحر، وهو سحر أهل بابل في القديم، وعسى أن يكون هو الأغلب الأعم في ذلك الوقت، ولا يبعد أن يكون في ذلك الوقت من يتعاطى سائر ضروب السحر الذي ذكرنا. يعني الشيخ الآن يرى بأن باقي ضروب السحر المبنية على الشعوذة والخفة وتعاطي الأسباب، هذا أنواع من السحر محدثة بعد عهد الصحابة والتابعين، وكانوا يجرون في دعواهم الإخبار بالغيوب وتغيير صور الحيوان على منهاج سحرة بابل. يعني في عهد الصحابة الكرام ما كان أحد يتجرأ، ما كان أحد يتجرأ بأن يخبر بالغيب أو يدعي. حتى لما قال سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه لذلك الصحابي، لما دخل المسجد فقال له: ما لي أرى أثر الزنا بين عينيك؟ فقال ذلك الرجل: أوحي بعد رسول الله؟ لاحظ، أوحي بعد رسول؟ قال: لا، إنما هي فراسة المؤمن. وكان ذلك الصحابي لما جاء، كان جائيا إلى المسجد، وقعت عينه نظرة، وقع عينه على امرأة نظرة فأدامها، أدام النظرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العينان زناهما النظر. فهذا الصحابي نظر فأدام النظرة ثم قدم المسجد، فسيدنا عثمان رأى أثر هذه النظرة على عينيه، فقال الصحابي: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، إنما هي فراسة المؤمن. فما كان أحد من الصحابة الكرام يعني يتحدث أو ممن بعدهم بأنه يعلم الغيب. الآن نسمع، الآن في زماننا نسمع بعض الأشخاص، نعم، يدعون ذلك،
يدعون ذلك، اي نعم، ويدخلونه تحت اسم الكشف، اسم الكشف، ويتبجحون بهذا، وما هو الا عن طريق تسخير الجن، الا هو عن تسخير الجن. وانا تعثرت باكثر من واحد يعني يجلس فيقول فلان فعل كذا وكذا وكذا وكذا، كيف عرفت عن هذا؟ هذا كشف، الله يقذف في قلبه، هو يكذب على الله، ويكذب على الله عز وجل، وما هو الا من باب تسخير الجن. الجن يخبرونه بان فلان قبل ان ياتي اليك فعل كذا وكذا وكذا. لذلك كان مثل هذا الدعي الكذاب لا يستطيع ان يخبر عن احوال مريديه ان صح التعبير، او تلامذته، او الى اخره، الذين كانوا ياتون بالاذكار الصباحيه، الاوراد والاذكار الصباحيه والاذكار المسائيه. ما تستطيع الجن ان تخترق جنابهم، ان تخترق، هؤلاء محاطون باسوار بحفظ وعنايه ربانيه، فما يستطيع ان ياتي باخبار عنهم. وأنا أعرف شخصا يواظب على الأذكار الصباحية، التقى بساحر من السحرة، أو بمن يعني يتعامل مع الجن، فأخبره بأن أشخاص حاولوا كثيرا أن يفعلوا معه السحر، ولكنهم ما استطاعوا أبدا، ليه؟ قال لأنه كان يواظب على الأذكار الصباحية والأذكار المسائية، ويديم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من باب إيش؟ يعني الاستخدام، الجن. ولا ينبغي أن يخدع الإنسان، لا ينبغي أن يخدع وأن يسلم، كما قلنا الميزان هو الشرع. الله. طيب، قال: وكذلك كهان العرب يشمل الجميع اسم الكفر لظهور هذه الدعاوى منهم وتجويزهم مضاهاة الأنبياء في معجزاتهم. طبعا من رأى بأنه قادر، أو من اعتقد أنه يجوز أن تظهر المعجزة على يد ساحر، هذا يكفر. ولكن الشيخ الآن يعرض، هم ينكرون الكرامات المعتزلة، ينكرون الكرامات، فهو يعرض الآن، بمذهب أهل السنة والجماعة القائلين: ما كان من معجزة جاز أن يكون، ما كان معجزة من نبي جاز أن يكون كرامة لولي. هو يعرض بذلك، الله. قال: وعلى أي وجه كان معنى السحر عند السلف، فإنه لم يحكى عن أحد إيجاب قتل الساحر من طريق الجناية على النفوس. إذن قتل الساحر ليس لأنه يقتل الناس، لا، بل لأنه من باب الإفساد في الأرض، بل إيجاب قتله باعتقاده عمل السحر من غير اعتبار منهم لجنايته على غيره. فأما ما يفعله المشعوذون وأصحاب الحركات والخفة بالأيدي، وما يفعله من يتعاطى ذلك بسقي الأدوية المبلدة للعقل أو السموم القاتلة، ومن يتعاطى ذلك بطريق السعي بالنمائم والوشاية والتضريب والإفساد، فإنهم إذا اعترفوا بأن ذلك حيل ومخاريق، حكم من يتعاطى مثلها من الناس لم يكن كافرا، وينبغي أن يؤدب ويزجر عن ذلك. وهذا ما نراه الآن يعني على شاشات التلفزة واليوتيوب وغير ذلك الآن، يعني من ساحر يظهر ويفعل أشياء كثيرة. تجد واحد منهم مثلا يمزق منديل مثلا، يمزقه ثم يرجعه كما كان، وأشياء كثيرة، يعني يكسر كأس زجاج ثم يرجعه كما كان. هذه كلها كما قال أعمال
أعمال خفة. يعني وكثير من السحرة، كثير من السحرة أو ممن يتعاطى هذه الأسباب كشف عن طرق هذه الأمور التي يسمونها سحرا. قال: والدليل على أن الساحر المذكور في الآية مستحق، والدليل على أن الساحر المذكور في الآية مستحق لاسم الكفر قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. لاحظ، أي على عهد سليمان، المراد على ملك سليمان يعني على عهد سليمان. روي ذلك عن المفسرين، يعني روي تفسير من ملك سليمان بأنه المراد به العهد. وقوله تتلو معناه تخبر وتقرأ، ثم قوله وما كفر سليمان يعني ما تعاطى سليمان السحر، فسمى القرآن تعاطي السحر كفرا. قال: ولكن الشياطين كفروا، هم الذين تعاطوا السحر، فسمى من تعاطى السحر كافرا. ثم قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يدل على أن ما أخبرت به الشياطين وادعته من السحر على سليمان كان كفرا، فنفاه الله عن سليمان وحكم بكفر الشياطين الذين تعاطوه وعملوه. فهذه الآية كما قال جمهور المفسرين نص على الحكم بأن تعاطي السحر كفر والعياذ بالله، والعمل بالسحر كفر. ثم عطف على ذلك قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأخبر عن الملكين أنهما يقولان لمن يعلمانه ذلك: لا تكفر، إيه؟ بعمل هذا السحر، يعني بسبب العمل بهذا السحر واعتقاده. فثبت أن ذلك كفر إذا عمل به واعتقد. ثم قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. نكمل هذه الفقرة، نقرأ هذه الأسطر. يعني والله تعالى أعلم، من استبدل السحر بدين الله، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني والله أعلم، يقول الشيخ، من استبدل السحر بدين الله، ما له نافية ليس له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، من عظ في النجاة وغيرها. ثم قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، في أخطاء كثيرة بضبط الآيات القرآنية، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فجعل ضد هذا الإيمان فعل السحر، لأنه جعل الإيمان في مقابلة فعل السحر. وهذا يدل على أن الساحر كافر. وإذا ثبت كفره، فإن كان مسلما قبل ذلك، قبل أن يتعاطى السحر، أو قد ظهر منه الإسلام في وقت ما، في وقت قال، فقد كفر بفعل السحر، فاستحق القتل بقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. إذن تعاطي السحر ردة كفر. وإنما قال سيدي أبو حنيفة: ولا نعلم، هذه جملة اعتراضية الآن، ليست مقول القول، ولا نعلم أحدا من أصحابنا خالفه فيما ذكره الحسن عنه. وإنما قال أبو حنيفة: إن الساحر يقتل ولا يستتاب، مع أن المرتد يستتاب. فأما ما روي عن أبي يوسف في فرق أبي حنيفة بين الساحر وبين المرتدين، أن أبا حنيفة فرق بين الساحر والمرتدين، فإن الساحر
قد جمع إلى كفره السعي بالفساد في الأرض، فلذلك إذا ألقي القبض عليه وهو يتعاطى السحر يقتل ولا تقبل توبته. هذا هو المذهب عندنا. ثم قال: فإن قال قائل فأنت لا تقتل الخناق والمحاربين إلا إذا قتلوا، فهل لا قلت مثله في الساحر؟ سيأتي الحديث عنه حديث مطول. نكتفي بهذا المقدار، نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.